السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت مشاركتنا بالمعرض الدولي ماليزي سيلانغور انترناشونال اكسبو 2016. عرضنا حلوياتنا والبزنس الصغير متاعنا. الحمد لله كانت مشاركة حلوة وشرفنا بلادنا، وشكرا للدولة الماليزية اللي اعطتنا الفرصة هذه، وان شاء الله حتكون عندنا مشاركات في المستقبل، وان شاء الله نتمنى اني نقدر نشارك من مرة ثانية بالمعرض هذا السنة الجاية.